من القاهرة ينضم إلينا عالم الآثار والوزير السابق لشؤون الآثار في مصر الدكتور زاهي حواس. يسعد مساك دكتور زاهي. أنا ما أعرف أدن عندكم ولا لا، ولكن أقول لك يعني تقبل الله. لا المغرب أدن بقاله 5 دقائق وكلت حاجات بسيطة دلوقتي، يعني فطرت معك بالعافية. وأنا سعيدة لإجراء هذا الحوار معك. كل سنة وأنت طيبة على مائدة الإفطار، وأنت بصحة وسلامة، ويكون حوارنا وكلامنا خفيف لطيف على قلبك يا رب. خليني أبدأ معك من حاجة أنا شفتها بعيني يا دكتور زاهي لما كانت جولة الملك توت عنخ آمون في بريطانيا، وكنت حاضرة المتحف، وبعد ما خرجنا على قسم السوفونير والهدايا وجدت إقبال كبير جدا من معجبينك ومعجباتك لاقتناء البرنيطة صورة زاهي حواس، واهتمامهم أكثر من الآثار الفرعونية تحديدا. حياة الشهرة وهذا حياة المعجبين والمعجبات، كيف كان إحساسك وأنت تعيش هذه الحياة، وخصوصا في شهرة من نوع آخر وعلى مستوى عالي جدا، وإيش المواقف اللي تتذكرها مع المعجبينك ومعجباتك تحديدا؟ يعني هو طبعا يعني والله دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنا ما يعني أنا يمكن السبب المباشر إن في معجبين ومعجبات إن أنا عشقت الآثار. عارفة العشق لما واحد يعشق واحدة، يعني العشق ده حاجة الإنسان لما بيعشق حاجة بيتكلم بقى من قلبه، بيطلع الكلام بيدخل قلوب الناس من القلب للقلب. فأنا الحقيقة لما بروح مكان بره في الخارج وبلاقي فيه ناس في إقبال ببقى سعيد، مش عشاني، ببقى سعيد إن دي حاجة برضو بتخص آثار مصر وتاريخ مصر وعظمة مصر وتشجع للسياحة. يعني أنا كنت لسه في شهر مايو يونيو اللي فات ده عملت 23 محاضرة في 23 بلد في أمريكا. الله. وكان بيحضر في أي محاضرة على الأقل من 2000 ل 2500، وهذا شيء غير مستغرب. فكانت جولة فيها بقى جولة بقى فيها المعجبين بقى كتير اللي بيصوروا معايا. يعني أقول لك حاجة، يعني المفروض أنا قبل المحاضرة كانت الشركة اللي عاملة المحاضرات عاملة حاجة اسمها الناس اللي عايزة تصور معايا قبل المحاضرة وأجاوب لهم على الأسئلة، فكانوا عاملين اللقاء ده اللي يجي يقابلني يدفع $1000. فساعات لما بلاقوا الإقبال جامد على دي فبيطلبوا $3000، فأنا أدخل على الناس أقول لهم بالذمة أنتوا مش ناس مجانين تدفعوا $3000 عشان تقابلوا زاهي حواس؟ فيضحكوا. الحارس الأميل يعني ما شاء الله عليك دكتور زاهي. وعلى طار الفراعنة والآثار، يعني نبغى جواب يشفي صدورنا، لعنة الفراعنة حقيقة أم خيال؟ طب أنا هقول لك حاجة. قل لي. أنا يعني أول مرة رحت أعمل أشعة مقطعية لموميو توت عنخ آمون. نعم. تمام؟ خدت مكنة الأشعة وديتها الأقصر. وأنا نازل من العربية السواق بتاعي كان هيقتل ولد صغير. فكان جنبي مصطفى وزيري أمين عام الآثار، قال لهم، قال لي دي لعنة، بدأت لعنة الفراعنة. أوف. واحنا في الطريق اخت كلمتني قالت لي ان جوزها مات. نزلت من العربيه في وادي الملوك، ياسر شبل سكرتير فرع حسني قال لي الوزير جاله ازمه قلبيه وراح مستشفى دار الفؤاد. عملت حديث للتلفزيون الياباني، قامت عاصفه من المياه ياسر ضخمه بتدمر كل حاجه في الوادي. يعني لعنه الفراعنه حقيقيه. طلعت الموميا. لا استني، لا كمان لسه ما قلتش. هذا كله خدت الموميا، حط الموميا، حطيتها في جهاز الاشعه المقطعيه، الجهاز وقف، قعدت حاطط ايدي على صدري وبقول لنفسي يا نهار اسود ده بيبقى في لعنه توت عنخ امون. المهم في النهايه عايز اقول لك ان لعنه الفراعنه رغم الحوادث دي عباره عن اكذوبه ليس لها اساس بالصحه اطلاقا. يعني انا لسه قريب جدا اللي حصلت حوالي شهرين. لا دي كلها مصادفات. بس انا اقول لك اهو، انا لسه من شهرين نازل مقبره 20 متر لقيت فيها باب مقفول. جبت الرئيس عمار والعمال تعالوا افتحوا الباب، فتحوا الباب لقينا اوضه فيها تابوت ضخم مقفول من 4300 سنه، يعني ما اتفتحش طبعا. بدا العمال يرفعوا غطى التابوت لفوق
عملوه حوالي نص متر. انا بسيب التابوت بقى يتفتح لمدة 10-15 دقيقة على ما الهواء الفاسد يطلع والهواء النقي يدخل. مزبوط. وحط راسي ومفيش حاجة. علماء الاثار زمان المومياوات كان بيطلع منها جراثيم غير مرئية، يدخلوا المقابر تقرصهم الجراثيم يموتوا. بس انت ولد الفراعنة طبيعي ما راح يسن لك شيء. طيب دكتور خلينا نرجع بالذاكرة شويتين ل 2003 وعودة تمثال رمسيس الأول إلى مصر بعد غياب 150 سنة، خلينا نشوف. Felt that I'm so happy that finally it's true, the king is coming back to Egypt, and this moment there is no way that I can explain it. When I think about it, I think that Ramses is so happy to go home. He's going to be between his friends. He missed Egypt for the last 150 years, but also he's going to miss America. شيء جميل جدا صراحة، يعني الواحد يفتخر فيك صراحة دكتور زاهي. وكمان خلينا أرحب بزميلي ليث بزاري اللي دائما يأتي بكل ما هو مختلف ومميز من أخبار وتفاصيل الضيف. تفضل ليث. مساء الخير أستاذ زاهي، يعني إحنا هالمرة بدنا نطلع شوي من النافذة، بدنا نحكي عن البرنيطة أو الطاقية الشهيرة التي ترتدي عادة، وهي طبعا أنت معروف بعد ما بحثنا جيدا الأستاذ زاهي هو طبعا كان يرتدي هذه الطاقية أو هذه البرنيطة إذا صح التعبير، هو كان لما كان بين الفلاحين آنذاك، ولكن هاي البرنيطة الشهيرة اللي بنشوفها كتير هي من أمريكا. وإذا حكينا عن أمريكا بنتذكر رأساً ما قال لك جورج لوكاس، وهو مخرج طبعاً إنديانا جونز ومخرج أفلام كثيرة ستار وورز وغيرها. وبنفس الوقت يعني تخيلوا يا جماعة يا مشاهدينا أن الأستاذ زاهي حواس قام بطرد المغنية الأمريكية العالمية بيونسي من أبو الهول، تخيلوا، بسبب بسيط لأن حارس بيونسي اعتدى على المصور اللي كان مع موجود مع حضرتك، وكمان منع الرئيس الأمريكي السابق أوباما من ركوب الجمل في الأهرام، والسبب أنك كنت خايف أستاذ زاهي أن تنتشر هذه الصورة وتصبح هذه الصورة الناس يفكروا أنه مصر هي مليئة بالجمال، صح ولا لا هالكلام؟ وشو تعليقك؟ كلامك صح 100%، بس أنا عايز أعلق على حكاية بيونسي. قول لنا. الحادثة دي حصلت في 2010 وأنا فعلا طردتها هي والحارس وقلت لهم برا وجبت الحراس طردوهم. أنا ما سافرتش أي بلد لحد النهاردة في أوروبا أو أمريكا أو أي مكان غير أول سؤال الصحافة تسأله لي ماذا حدث بينك وبين بيونسي. صحيح، لأنه هذا ما حصل من قبل بصراحة. طاغية. يعني فالقصة لازالت لحد النهاردة موجودة على الإنترنت، ولازالت الصحافة بتعتبر إن ده حدث فريد مشوكي يحصل في أي مكان تاني في الدنيا. بالفعل، وهذا من غيرتك وحبك طبعا للآثار ولمصر. أكيد أنا بدي أسألك، يعني رافقت الكثير من مشاهير العالم وشخصيات كبيرة جدا، من الشخصية اللي لفتت نظرك بثقافتها وحبها للحضارة الفرعونية؟ مين أكثر شخصية كان عندها اهتمام؟ تصوري الأميرة الأميرة ديانا. تصوري الست دي قبل ما تيجي راحت المتحف البريطاني تدرس عن الأهرامات. نعم. قالوا لها انت بتقابلي المتخصص الوحيد في العالم في الأهرامات. الست أسئلة ذكية ذكاء غير عادي، وبعدين حصل بيني وبينها ألفة لدرجة ان واحد مصور صور لي انا وهي 37 صورة خدها محمود صلاح الله يرحمه، كان رئيس تحرير آخر ساعة، وعنوان الأساس في المجلة مصري آخر أحب ديانا غير دودي. الله الست الله. كانت حاجة يعني عندها كاريزما وعندها طبعاً. بس أنا أحكي لك حكاية ظريفة تسلي صيامنا على حكاية الزائرين دول. طيب في واحد اسمه جريج نورمان اللي هو أشهر واحد في الجولف في العالم. نعم.
اتجوز كريس إيفرت اللي هي أشهر واحدة في التنس. هم قالوا لواحد صاحبي بيقدم توداي شو في أمريكا، إحنا عايزين نتجوز قدام أبو الهول مع زي حواس. فقابلتهم. طيب. فبعد ما خدت الصورة قلت لها كريس أنت عارفة أبو الهول عنده لعنة؟ قالت لي إزاي؟ قلت لها أنت بعد 3 شهور هتتطلقي. وبعد 3 شهور اتطلقت. يعني انت مؤمن بلعنة الفراعنة يعني يا دكتور؟ يعني خافي مني بقى دلوقتي. اكيد تعرفوا فانا على فكرة كل القصص والحاجات دي كتبتها في كتاب لي اسمه الحارس. الحارس طبعا اللي هو بتناول قصة حياتي في عالم الآثار. أستاذ زاهي وصلني هلأ خبر برضو إضافي بدي أضيفه على مجموعة الأخبار حكيناها إذا بتسمحي لي ريم، إنه أثريا أهم شيء اكتشفه زاهي حواس هو الكشف عن مقابر العمال. ليش هالقد هذا بتحسه إنه يعني اكتشاف إنجاز كبير بالنسبة لك؟ أنت عارف أنا لسه أنا بشتغل حفاية في الأقصر دلوقتي ومطلع كشف وخطير، أهم كشف في العالم كله، اسمها المدينة الذهبية. لكن أنا بقول لك مقابر العمال بناة الأهرام كشف مهم. ليه؟ لأن الكشف ده جه في وقت كان فيه 3 بيحاربوني بيقولوا الهرم ده ناس جم من قارة أطلانتس وناس جم من الفضاء ومش عارف إيه وإليانز والكلام ده، وكانوا الناس كلامهم دخل في كل مكان في العالم. فأنا لما كشفت مقابر عمال بناة الأهرام لقيت أنا في إيدي سلاح قوي جداً. بقول لهم إن أنا كشفت المقابر بتاع العامل المصري اللي بنى الهرم، اللي بيثبت للعالم كله إن المصريين هم اللي بنوا الهرم وإن الأهرامات لم تبنى بالصخرة. طبعاً. لأن الصخرة ممكن تبني مباني ضخمة لكن لا يمكن أن تبدع، وبناء الهرم فيه إبداع. الله يا دكتور زاهي، يعني احنا جدا سعيدين بوجودك معنا.